ذكرت الديوانيه، شلون علاقتك بالسيد حسين العنكوش؟ والله ممتازه الحمد لله. ممتازه نعم. فما استثمرت هذه العلاقه، الرجل جديد على الوسط الرياضي، تنص حاله، تغير مدربين كثيرا. والله انا استاذ علي اقول ان كن واثق وياك، يعني انا يمكن اني جلست اكثر من مره مع استاذ حسين العنكوشي، تحيه له من هذا المكان. تعرف اليوم الرياضه مو سهله، اي واحد يدخل الرياضه يراد وقت طبعا، وانا اكثر مره قعدنا وقلنا له يراد لك وقت. تعرف انت اليوم هو يدعم ويعطي فلوس من جيبه صحيح، بس يراد له اداره، يراد له مستشارين وياه. كل مره انا دائما اتكلم وياه اقول له يا اخوي حسين دائما استشير، مو عيب، كنا ما خاتميها. هسه انا يجي واحد يعطيني معلومه احطها على راسي، ايش قد ما اوصل مرحله لازم اتعلم كمدرب اعلامي اي مكان طبعًا. انت بالعكس اليوم استاذ حسين انا اقول مدى يتحمل النتائج، يعني هاي راد لها صبر، يعني شحال هسه هو بالنفط، احنا 6 سنوات كله ثاني ثالث، طلعنا من الرابع رجعنا ل 14، نعاني، كنا نعاني مرحله اولى، والله العظيم صار علي جت ايام نوم ما ننام، نوم ما نشوف النوم، كاداره كنا كل ساعه نجتمع ونقعد ونشوف الحلول، الحمد لله رجع الوضع الطبيعي نادي النفط. هاي مثل الاستاذ حسين يراد له وقت ويراد الناس القريبين عليه تنصحه. احنا وحتى هو انا تمنيت من عنده حتى بالاعلام لازم يصير قليل الاعلام. يراد لك يعني يقلل من ظهوره؟ نعم يقلل. انا اليوم التيه فريقي، شوف احنا ذيك الفتره ايش قد يتصلوا علينا اعلام من يطلع؟ يعني حتى الفريق اللاعبين ماكو لاعب يطلع الا موافقه الاداره.